وللحديث أكثر عن معاناة العراقيين لا سيما في بغداد عن من شحة المياه وعدم صلاحياتها للاستخدام، إذا ما وصلت ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا بك، حياك الله. أزمة ماء حقيقية تضيف إلى معاناة العراقيين المزيد من المعاناة، إلى ما ترجع شحة المياه التي يعاني منها العراقيون لا سيما بغداد. نعم، كما أشرت حضرتك، يعني مسألة المياه أو ملف المياه هي معاناة أخرى تضاف إلى سجل معاناة العراقيين حاليا، خصوصا منذ عام 2003 ولغاية اليوم. هذا الملف كملف الكهرباء أيضا شهد فشل حكومي وتقاعد حكومي في معالجة أزمة المياه في بغداد وفي بقية المدن العراقية الأخرى. بالتأكيد السبب الأول لمسألة شح المياه في العراق وفي بغداد خصوصا هو انخفاض الموارد المائية، الذي أثر بطبيعة الحال على عملية تزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب أو الصالحة للاستخدام البشري لا سيما بغداد. فكما تعلم يشهد العراق ومنذ في السنوات الأخيرة ارتفاع كبير في درجات الحرارة وحالة من التصحر وانخفاض نسبة هطول الأمطار خصوصا في الشتاء الماضي، بالإضافة إلى المشاكل التي يعاني منها العراق بتزويده بحدته الطبيعية من مياه نهري دجلة والفرات، وكذلك ما أقدمت عليه إيران من قطع لمياه نهري توران والكارون. طيب، إلى أي مدى ترى أن قرار إيران تخفيض حصص المياه الواردة من يعني أراضيها له دور في هذه الأزمة؟ بالتأكيد، يعني هذا باعتراف عراقي حكومي، قالوا بأن إيران بقطعها للمياه العراقية هذا بمثابة يعني إعلان حرب مياه صريح على العراق. العراق ومنذ عام 2003 ولغاية منتصف عام 2009 كان ينفق ما يعادل 50 مليون متر مكعب من المياه، في ظل مع ان العراق كانت اعداد سكانها حوالي يعني 25 إلى 30%. اليوم التعداد السكاني في العراق بلغ اكثر من 40 مليون نسمه، ويقابله انخفاض كبير في واردات المياه القادمه من ايران وكذلك من تركيا ومن سوريا. فبطبيعه الحال قطع المياه، قطع هذه الأنهر عن العراق يعني أسهم بشكل كبير في زيادة حدة هذه الأزمة. والحل يكمن في أن العراق يجب أن ينشرط بمعاهدات دولية مع كل من تركيا وإيران من أجل ضمان حصته الطبيعية من المياه، ومن أجل أن يحصل على المياه على كمية المياه المطلوبة لإدارة منظومات الري التي تزود المدن العراقية بالمياه. طيب، هل تجد أن الحكومة تقدم حلولا حقيقية لرفع المعاناة عن المواطن العراقي ورفع كفاءة ضخ المياه؟ للأسف هذا الموضوع غير موجود. نحن نؤشر تقاعس حكومي كبير وفشل حكومي في معالجة أزمة المياه، كما أشرنا سابقا معالجة أزمة الكهرباء، ولعل الكهرباء والمياه يعني أحدهما يؤثر على الآخر. كما تعلم غالبية منظومات المياه الموجودة في المدن تعمل على الطاقة الكهربائية، فإذا كانت الطاقة الكهربائية معدومة ولا تصل بشكل مستمر لمحطات تنقية ونقل المياه، فكيف سيحصل المواطن العراقي على المياه؟ كما أن واقع المدن المعيشية اليوم هو واقع مزري للأسف. في آخر إحصائية لمجلة إسبانية أشاروا إلى أن بغداد
احتلت المرتبة الأولى كأسوأ منطقة للعيش في الشرق الأوسط، ذلك لأن اليوم العاصمة العراقية بغداد غارقة في العشوائيات، فهذه العشوائيات التي نحن نسميها بالمصطلح العراقي بالحواسن، نعم، هذه أيضا واحدة من أسباب المياه في العراق، كون أن هذه العشوائيات للأسف يعني تجاوزت على خطوط نقل المياه وأثقلت ساهل منظومة المياه العراقية والحفة المرصودة للمناطق في بغداد، ما أدى إلى تفاقم أزمة المياه. بالمقابل نجد أن الحكومة العراقية عاجزة عن هذه المشكلة وإنهاء وجود العشوائيات في المدن وبالتالي إصلاح منظومة العيش بشكل. طيب في ظل تقاعس الحكومة عن حل الأزمة، ازدهر القطاع الخاص المياه بعد أن شجعت الحكومة على حيازة محطات تحلية، لكنها في المقابل لم تلزم تلك المحطات بمعايير صحية ولا رقابة من جهتها. ما المخاطر المتوقع جراء هذا التراخي في التعامل مع تلك المحطات الخاصة؟ نعم، للأسف يعني العراق الذي يسمى ببلاد الرافدين أصبح اليوم يعني يستورد المياه من الخارج، أو أنه يستورد معامل لتنقية وصناعة مياه الشرب لسكانه. هذا أيضا مؤشر آخر على الفشل الحكومي، كونها لم تضع ضوابط حقيقية وضوابط صارمة على مسألة انتشار مصانع تعقيم المياه، وكذلك على بعض مصانع التجار الذين أصبحوا يستوردون كميات كبيرة من المياه من تركيا ومن إيران ومن غيرها من الدول، مع أن العراق يمتلك موارد طبيعية وموارد غير طبيعية تؤهله لأن يكون في غنى عن أزمة المياه. اليوم نشاهد يعني العديد من محطات تصفية المياه الأهلية التي تتبع لتجار وأصبحوا يبيعون الماء للمواطنين، وهو بطبيعة الحال يعني أثقل كاهل المواطن العراقي وأضاف له عبء مادي آخر على أعباء الحياة. طيب أنت ذكرت الأضرار الصحية المتوقعة جراء هذا التراخي الحكومي مع أصحاب محطات التحلية الخاصة، لكن مع تنامي هذه التجارة هل تتوقع تحكم أصحابها في مصير المواطن العراقي كما هو الحال مع مولدات الطاقة الكهربائية الخاصة؟ نعم بالضبط، يعني كما تعلم اليوم السوق العراقي يعني تتحكم فيه أجندات تابعة لعصابات ولمافيات، تتحكم بالمياه وتتحكم بالغذاء وتتحكم حتى في الدواء، بالإضافة إلى مسألة الكهرباء وهذا أمر مفروغ منه. لحد الآن الحكومة العراقية لم تضع حدا لهذه المسألة، حتى أنها لم تفكر في أن تتبنى مشروع لإنشاء محطة مياه حكومية وطنية تقوم بتوزيع المياه على المواطنين بما يخفف عن كاهلهم من أعباء الحياة. يعني حتى هذه المسألة البسيطة لم تفكر بها الحكومة، بل أنها تركت الباب مفتوح لهؤلاء التجار الذين للأسف يرتبط أغلبهم بأحزاب وبجماعات مسلحة، وأصبحوا يتحكمون في المياه وفي الغذاء الذي يعيش عليه العراقي اليوم. نعم، من بغداد الصحفي العراقي أحمد الجميلي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.